طبعا حنايا كنتواجدوا في مجزره الخير، مجزره الامين في السوق المركزي مارشي سنترال مدينه سله. الحولي كما كنشوفوا راه كاملين شفنا، راه دخل الحولي ديال اسبانيا، يعني ولا دخل بينه واحد الناس في كازا، يعني تيبيعوا بواحد الثمن اللي هو مناسب، لانه 60 درهم الكيلو، يعني ذاك الثمن اللي خداه به حتى الجزار، وكانه باعوا اللحم ب 100 درهم، باقي اللحم هو في الثمن. لا 60 درهم الحي، يعني هو هذاك الحي، يعني ب 100 تذبح غيولي ب 120 درهم ولا 125 درهم. بالنسبه للعياد راه مزيان نظرا للعام الاخر اللي خداوه، وصلت ل 4000 4000 400 5000 ريال الكيلو، يعني هذا العام راه الثمن مناسب تلاحظ. هو غادي تكون حاجه وحده اللي كاينه اللي ضعضع في هذه المساله، هي هو الكساب الصغير. كما تنعرفوا حتى دابا اللي السارد عطاوه واحد الدعم ديال 500 درهم للراس اللي غادي يدخلها من تما، ياك عطاو 500 درهم ديال الدعم، وعندنا سيدي قلنا لك 1000، يعني الكساب الصغير ديالنا غادي ياكل العصا شويه، لانه شاري الغلا وكل 1000 غالي حتى هو، يعني كما هضرنا في المرات السابقه، يعني اللي مضروب على ثلاثه المرات باش متريبلي في الثمن ديالو، يعني راه غادي يبقى الثمن هو هذاك، يعني حتى دخلت هاد السلعه الاسبانيه راه الثمن ديالها راه مناسب نظرا اللي كنشوفوا دابا. ولكن الكساب انه اللي بغى الحاجه ديال البلاد راه غادي تكون زايده شويه على الثمن. ولا تنبغي نوصل للمواطن ان الحولي ديال الصبليون اللي واصل اللي يكون ديال 50 كيلو ولا 52 كيلو فيه كانه حي، يعني راه ما خصوش يفوت واحد يعني 3000 درهم، فهمتي؟ يعني المواطن اللي خدا الحولي فوت 3000 درهم يعرف راسو راه تشفر. بالنسبه للثمن، نظرا للثمن حيت الثمن هما باش دخلوه، دابا في كازا كيتباع في الباطوار، حنا غير على ما تنشوفوا حتى حنا تنتابعوا شفت في مواقع التواصل الاجتماعي تنشوفوا دوك الناس تيبيعوا تيضروا بوجه مكشوف وتيهضر انهم تيبيعوا ب 60 درهم الكيلو حي، يعني ذاك الثمن اللي خداه به حتى الكزار، يعني كيطيح عليك بواحد 100 درهم 2100 ريال اللحم باش يبقى لك. يعني بالنسبه للعياد لو وصل عليه حتى 120 درهم ولا 125 درهم يعني راها مزيانه. هو دابا حنا عندنا راه هنا اللحم الغنمي 195 100 105 ما مقادش على حساب، يعني كما تنقولوا على حساب السوق شنو جابك. حنا الحمد لله ما تنفيكسيوش الثمن واحد اللي تنخليوه غالي باش يعني باش نستافدوا من هذا من هذه الازمه اللي كاينه، ولا تنبغيو زعما نولدوا منها حتى حنايا ونجبدوا منها. لا بالعكس، حنا كنضامنوا مع الشعب وحنا راه منهم، يعني حتى انا كما يجي يوقف عليا الخضار غيبغي نسكن هذا اللحم، حتى انا نمشي نوقف عليه، حتى انا غنبغي خضار غنبغي، يعني حنا خصنا ندوزوا لبعضياتنا وشي ما يدوش شي، يعني حنا غادي نبدل المبدا الحمد لله. يعني وكما قلت لك الا كان بالنسبه للثمن راه ثمن مناسب، يعني الا دخلوا شي ايادي خفيه من مراد الشهاده، يعني لا يدخل الشناق وغادي يدخل هادشي، يعني هنا في المواطن خصو يتاخذ. المذاق ديالو راه مزيان، ما فيه حتى شي حاجه، يعني راه مدوز في وسائل شروط السلامه الصحيه كامله، يعني والمراقبه، يعني كل داكشي كلشي داز منه، يعني دايز للعيد. تعيد به هو هذه راه ماشي اول مره تدخل عندنا هاد الهرس، هاد الهرس راه عندنا هنا، راه كاينين دابا غير جابوا باش يدعموا القطع ديال القطع المحلي، فهمتي؟ باش ما يبقاش علينا الدرب، يعني من جاب من هذا الشيء قلنا لك راه عندنا الكاموني وعندنا واحد ديال هنايا راه مزرزره بهذا الميرينوسال، يعني راه تنخدموا حتى حنا كجزاره من شحال هذه، ولكن انها من السله هنا في البلاد، وعندنا النعجه ديالو على دابا في المعرض دمكناس، في المعرض دمكناس دابا حنايا هذا الميرينوسال جيتي تشوف راه من الدوره الاولى ديالو، وهي هذه السلاله حاضره كاينه عندنا، يعني في هذه المسائل الحول هذا الراس كاينه عندنا كتدخل لهنايا.